مرحبا بكم في قناة تي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة خاصة كما كتشوفوا في العنوان، احذروا هذه الفترة من في تربية الأرانب. هذه الفترة شنو هي؟ وهي رحنا في شهر 8، يعني في النص، تقريبا النص، يعني بقى واحد 7 ايام وتكون النص في شهر 8. كاع المربين راهم عارفين هاد، يعني اللي فايتين مربين ارانب راهم عارفين هذا الموضوع اللي غادي نهضروا عليه هذا النهار، ولكن اللي ما عارفينش خصهم يعرفوه، وهو الابره ديال التسمم الدموي. الابره ديال التسمم الدموي، علاش انا بالذات اختاريت هذا الوقت باش نهضر عليها؟ لان هذا الوقت هو وقتها، لان واخا تبغوا ديروها في شهر 9 ما غاديش تكون صالحه، وشهر 9 راه كيبدا الموس ديال الارانب. كاع الناس اللي داروا الارانب وولدوا لهم وراهم فرحانين، كيقولوا راه الحمد لله، هي الحمد لله على اي حال، ولكن والموت بيد الله. ولكن في هذه الفتره هذه ديال شهر، اما شهر 3 او شهر 6 او شهر 9، عقلوا على هاد المواقيت هادو، 3 6 9، خاص قبل نقولوا 3، خاص شهر، خاص واحد، اذا هضرنا على شهر 3 خاصنا نديروا الابره في النص، قبل النص في شهر 2. الا كانت شهر 6 خاصنا نديروا الابره في شهر 5 في النص ديالو، النص في شهر، يعني شهر 5 النص ديالو، يعني ما يدخلش عليها شهر 6، لان الابره ديال كوني بخافاك هي راه كاين، يعني اسماء اخرى. حنايا في المنطقه الشرقيه عندنا كوني بخافاك، كوني بخافاك الثمن ديالها هو 85 درهم، كاين اللي كيبيعها ب 90 درهم ولكن الثمن ديالها 85 درهم. كاين اللي كيشريها بالديطاي، حتى هي راه صالحه، خاصها غير تكون في، يعني في البروده، يعني كتكون في الباب ديال الثلاجه، يعني ماشي في الثلج وانما غير في الباب ديال الثلاجه. كاين هنايا يعني في المنطقه الشرقيه اللي كيبيعها بالديطاي، وراه شحال من واحد يعني ما تشكاوش منها، الناس خدامه 100%، واخا تشريها بالديطاي، يعني كتشري سنتيم واحد ممكن انك تشري ب 9 درهم، سنتيم ب 9 درهم. اذا المواقيت ديالها هاد كوني بخافاك، كاين اللي كيشري سيفا باكس، كاين اللي كيشري بزاف ديال الماركات، ولكن كوني بخافاك هي المتوفره. انا ماشي كندير لها الاشهار، ولكن هي اللي متوفره عندنا في هاد المنطقه، راني كنهضر عليها. اذا كما قلت، خاص ضروري في هذا الوقت حذيو من التسمم الدموي، راه غادي يبدا في شهر 9 كما قلت لكم، 3 شهر 3 شهر 6 شهر 9. حنا دابا راه قرابين عن ندخلوا في شهر 9، عليها اختاريت ان ندير هذه الحلقه. حذيو يعني في جميع البلدان، في جميع الدول، حذيو من هذه الفتره هذه، راه كيكون التسمم الدموي. يعني كاع المربين لا المحترفين كنذكرهم بهاد المواقيت، والناس اللي عاد بادين وداروا التربيه ديال الارانب وعندهم واحد الخلفات، يحاولوا انهم في هذه الفتره ما يخليوش يكمل 15 في هذا الشهر. علاش؟ لان لمشه تدخل شهر 9 ما كتبقاش خدامه، لان هي عندها ال 15 يوم ما كتكونش صالحه، ما كتكونش خدامه. من بعد 15 يوم عاد باش كتبدا. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على يعني واش نديروا على الصغار ولا الكبار، ولا الصغار بعد شهر ممكن انكم، عفوا، بعد شهرين ممكن أن يعني في العمر ديالهم ممكن انكم ديروا لهم ربع الكميه كافيه، ربع سنتيم. اما بالنسبه للفأر، عفوا، يعني الارنب البالغ او الارنبه البالغه، ديروا لها سنتيم. وفين كيتضرب؟ كيتضرب في هذه المنطقه، يعني خلف الرقبه، في هذه الجهه هنايا، يعني مور الرقبه، هذه الجهه، ماشي في الفخذ ولكن في هذه الجهه كتضرب هنايا. هي سهله في الخدمه ديالها، ممكن اي واحد يضربها، غير خاصكم تفكروا هذا التوقيت ديالها، لان هاد التربيه ديال الارانب خاص يكون واحد شويه ديال الوعي، واحد شويه ديال الذكاء، واحد شويه ديال الانضباط، يعني في المواقيت. يعني ممكن انكم ديروها في هاد الوقيته هذه، وتنوطيو التاريخ،
راه كتصبر حتى العام الاخر، يعني اللي دقها في شهر ثلاثة ممكن انه يدقها في شهر ثلاثة في السنة المقبلة، هنقولوا مثلا 2020 شهر ثلاثة اللي دقها صافي راه صالحة، ما يدقهاش في شهر ستة وما يدقهاش في شهر تسعة، يدقها في شهر ثلاثة في 2021. دقيتيها في شهر ستة كذلك العام الجاي عاد ممكن انك تدق. علاش؟ خاصكم واحد الدفتر، واحد المذكرة وتقيدوا فيها، تنوطي فيها هاد الحوايج هادو باش العام الاخر ممكن انكم تعاودوها لهم. اذا هذا كتذكير، انا باغي المصلحه لاي واحد يعني كي 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 يشوف هذا الفيديو هذا، حاولوا انكم ما تهونوش في المرحله هذه، لان غادي يبدا يبرد الحال، غادي يبدا البيع ديال الارانب غادي يكون واحد الرواج ان شاء الله. علاش؟ لان غادي يبدا يبرد الحال وغادي يبداو ياكلوا مزيان، غادي تكون التسمين 100%. غادي كان اللي عندهم شي خلفات بحال هذا الشكل هكا غادي يتسمنوا، غادي يحاول انه يبيعهم. ولكن الا ما كانش داير هاد الليبره ديال التسمم الدموي، كيني بخافاك هذه خاصه بالتسمم الدموي. وكيفاش كي الله يستر كيكون الموت، لا قدر الله انه كيسيل الدم من الانف وما كتعرفش اسمه السبب ديال الموت ديالو، حتى كيطيح الارنب. يعني واخا يكون يعني فايت عندكم العام مثلا، ملي كتجي التسمم الدموي كيطيح وكيسلو الدم من نيفو. الناس اللي غادي يقولوا لي واللي عنده الارانب فيهم غير شهر واحد، راه التسمم الدموي غالبا ما كيضربش هذوك الصغار كاع، ما كيضربهمش. يعني حاولوا انكم ديروها الارانب في العمر ديال الشهرين. اذا فيديو في الحقيقه راه عاجل، خاصكم انكم كاع اللي كيتفرج في هذا الفيديو هذا يدير في باله باللي راه خاص الابره ديال كوني بخافاك خاصو يديرها في هذه الايام، باش ما يلقاش يعني ديك الفرحه ديال الخلفات من اللي عنده ما تزولش، ان شاء الله تكمل بالربح لجميع المتتبعين ديالي ان شاء الله، وجميع الناس اللي كيديروا التربيه ديال الارانب. راها التربيه ديال الارانب الحقيقه راه جد مربحه، كاين اللي دايرها حرفه، كاين اللي دايرها هوايه، ولكن راها جد مربحه. اللحوم ديالها راها طيبه في الاكل ديالهم، وفيها الاوميغا 3، يعني ما فيهاش الدسم بزاف. الناس اللي فيهم السكر ممكن انهم ياكلوا اللحم ديال الارانب يعني 100% صالح. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تفكروا هاد معايا هاد ليبرا كوني بخافاك. ما تنساوناش بجرجام، واحد الزر لتحت، حاولوا انكم تكيو عليه باش تساندوني نزيد لقدام، نبعث لكم فيديوهات. مرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر الجرس الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.